ويتواصل معي الآن الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي. تحية لك دكتور أحمد، أهلا بك. أهلا بك يا ريهام وبكل مشاهدينك الكرام. الرسائل يعني التي تهدف جميع الأطراف المعنية إلى إيصالها في هذه المرحلة بالغة الصعوبة، لنبدأ بإسرائيل من خلال تصعيداتها على أكثر من جبهة في الآونة الأخيرة وإضافتها لمحور الاغتيالات بهذا الشكل الصارخ في الفترة الأخيرة، كيف تنظرون إلى ذلك؟ بالطبع ريهام، يعني مصر حذرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة من مخاطر توسع الصراع الإقليمي، وهذا التوسع بالطبع اشتعال المنطقة سيضر بكل الأطراف، لن يكون في مصلحة أي طرف. النقطة الثانية، هناك بالفعل تيار متشدد، تيار متطرف على رأسه حكومة الحرب الإسرائيلية بقادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، يحاولون الهروب إلى الأمام من خلال إشعال الحرائق في أكثر من مكان في المنطقة لتحقيق أهداف مصلحية خاصة بهذا الائتلاف الاستمرار في السلطة لتجنب أو الإفلات من المحاكمات، طبعا بعد الفشل في قطاع غزة على مدار العشرة أشهر الماضية. وهذا التيار التصعيدي هو متعمد، يعني الاغتيالات الأخيرة من جانب حكومة الحرب أو الحكومة الإسرائيلية هي مقصودة بهدف رفع منسوب التوتر والسخونة في المنطقة، بهدف محاولة تحويل الأنظار حقيقة عما يحدث في غزة من جرائم حرب ومجازر تتم كل يوم ضد الفلسطينيين إلى توجيه الأنظار إلى أن هناك تهديد يواجه إسرائيل إلى إيران وحلفائها أنهم يهددون إسرائيل، وبالتالي هذه آزة تصعيد ومتعمد لتحويل المواقف الغربية من انتقاد إسرائيل والضغط عليها لوقف الحرب ووقف المجازر إلى الآن محاولة حشد الدعم العسكري الغربي خاصة الأمريكي، وأمريكا بالفعل أرسلت البوارج والحاملات الطائرات، وبالتالي هنا الخطورة حقيقة أن هذه السياسة التصعيدية، استمرار الحرب على غزة، استمرار العدوان، هو يغذي البيئة الصراعية في المنطقة وأيضا يخدم أطراف حقيقة تحاول الاستيراد دائما في. طيب بالنسبة دكتور أحمد للمواقف الأمريكية، ظاهرها متناقض وإن كان باطنها واحد، يعني تارة الولايات المتحدة تصدر لنا صورة بأنها ليست على وفاق مع إسرائيل، تارة أخرى تلوح بقطع المساعدات لإسرائيل لو مضت قدما في ضربتها لرفح الفلسطينية، لكن دوما نصطدم بحائط الصد الفيتو الأمريكي إذا أي قرار يجرم إسرائيل، وها هي من جديد تؤكد دعمها على الدوام، هذا الدعم الذي لا يتزحزح لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها في خضم ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات سافرة بكل ما تعرفنا عليه من حقوق للإنسان واستهدافها للكوادر سواء في حزب الله وأيضا يعني شكر وإسماعيل هنية، يعني كيف تنظرون إلى ذلك؟ بالطبع الحديث عن اي خلافات بين امريكا واسرائيل هي خلافات وهميه، هي خلافات فقط مجرد نوع من تبادل الادوار. امريكا تبدي ظاهريا انها مع وقف الحرب، انها مع اتفاق، انها مع هدنه، انها مع تبادل الاسرى، انها مع يعني عدم استهداف المدنيين، انها مع عدم ضد مخاطر التصعيد الاقليمي، لكن من حال الارض الواقع امريكا تدعم اسرائيل بشكل كامل. شعار امريكا حقيقه هو دعم ووقوف الى جانب اسرائيل بالحق والباطل، وبغض النظر عن الاختلافات او نوع من الفتور بين اداره بايدن وبين نتنياهو وليس بين اسرائيل، هو فتور حقيقه يعني ظاهري لا يعكس حقيقه ان المواقف الامريكيه او الضغوط او التعبير عن الانتقاد او العتاب لا يترجم الخطوات حقيقية. يعني أمريكا قادرة أن تضغط على إسرائيل وتكبح هذه الحكومة المتطرفة التي تقود المنطقة للهوية في الوقت الذي ترى فيه أمريكا وتقول أنها ليس من مصلحتها تصعيد الصراع، فإن صمتها وعن جرائم الحرب في غزة، فإن عدم تدخلها لوقف الحرب في غزة والضغط على هذه الحكومة هو بالطبع بهذه السياسة تغذي أساسا توسع الصراع في المنطقة والتصعيد، وبالتالي أمريكا بسياساتها المتناقضة ظاهريا هي تحاول استيعاب الضغوط من خلال الحديث عن وقف الحرب وغيرها، لكن عمليا سياسات تقود إلى مزيد من التصعيد وسكب الزيت على النار، والحكومة الإسرائيلية لم تكن تجرؤ أن تقوم بمثل هذه الاغتيالات أو هذا إلا وأنها حصلت على ضوء أخضر أمريكي. دكتور أحمد، عدم صدور رد فوري انتقامي من إيران حتى اللحظة إذا هذه التصفيات، خاصة وأن الضربة الأخيرة هي كانت ضربة يعني في هيبة إيران لاستهدافها،
لحياة هدية داخل الأراضي الإيرانية. هل يعني هل نتوقع في هذا السياق ردا مزلزلا أم ردا لا يرقى إلى ما قامت به إسرائيل، ونعود من جديد إلى مربع أن الغلبة لتوازنات القوى ومسألة توزيع الأدوار وما إلى ذلك؟ اولا اذا كنا نتفق على حتميه الرد لاستعاده الهيبه، خاصه ان هذا الاستهداف في قلب طهران وفي يوم تنصيب الرئيس الايراني الجديد بمعنى السياده، فان طبيعه الرد ربما هناك اختلافات وسيناريوهات متعدده. يعني ربما يعني الحديث اليوم الحرس الثوري الايراني الحديث عن ايران لا تريد التصعيد في المنطقه ولكنها تريد معاقبه اسرائيل، الا بيشير الى ان الرد قد يكون ردا ايضا كما حدث في ابريل الماضي، ردا رمزيا ربما بالتنسيق مع الجانب الامريكي لتمرير بعض الصواريخ وبالتالي يعني استعاده حفظ ماء الوقت. لكن الرد المزلزل هو طبعا مستبعد، ليه اعتبارات كثيره خاصه بموازين القوى، خاصه بان امريكا الان ارسلت الطائرات والبوارج البحريه وطائرات مقاتله، بما يعني ان اي رد مزلزل او اي تصعيد من جانب ايران وحلفائها سيكون هناك انخراط امريكا في المعركه. هل ده يدني من سقف التوقعات ان ندخل حرب شامله مفتوحه مثلما يتوقع الكثيرون؟ احتمالات الحرب المفتوحة أنا في اعتقادي هي مستبعدة، ولكن لأن الأمر ليس فقط بين إيران وحلفائها وإسرائيل، ولكن أيضا الجانب الأمريكي على الخط. أمريكا أولا ستقوم برد الصواريخ، أولا من الناحية العسكرية يعني وأنا طبعا لست متخصص عسكريا، ليس هناك مساحة جغرافية مباشرة بين إيران وإسرائيل بما يضمن أن يكون هناك قوات مثلا مدرعات أو قوات برية أو غيرها، ولكن الضربة ستكون في الإطار المعروف عليه وهو إما الصواريخ أو إما الطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية التي تذهب إلى إسرائيل. في هذه الحالة أمريكا يعني وإسرائيل يعني وحلفاء إسرائيل وكل أخذ الاستعدادات لصد هذه الصواريخ قبل أن تصل إلى إسرائيل كما رأينا في المرات السابقة، وبالتالي البحث عن رد مزلزل يعني أن يوقع ضربات موجعة بإسرائيل أو في أهداف عسكرية، أو قد يكون الرد جماعي بمعنى يخرج من إيران صواريخ ومن حزب الله ومن النفسيين وغيرها بحيث يربك الدفاعات الإسرائيلية. لكن اغتيال إسرائيل هنية كان بحق يعني ضربة غيرت من قواعد الاشتباك بشكل جذري، ألن تسير الأطراف يعني التي استهدفت بهذا الاعتداء الإسرائيلي على نفس هذا النهج من التغيير في قواعد الاشتباك، خاصة وأنها كانت ضربة ثلاثية يعني وجهت إلى حماس وجهت إلى حزب الله اللبناني وفي المقام الأول إلى إيران؟ لا أتوقع أيضا أن تكون هناك يعني ضربة. إسرائيل اختبرت هذا المحور وهذه الجبهة مرات عديدة خلال العشر أشهر الماضية، وبالتالي كانت هناك ضربات أقرب إلى الضربات الرمزية. أنا في اعتقادي أن الحسابات الإيرانية معقدة، هي تحاول من ناحية أن تتخذ ضربة يعني تحاول استعادة قواعد الرادع وقواعد الشتات التقليدية وتحفظ ماء الواجهة وتستعيد الهيبة، ومن ناحية أيضا هي تريد حربا إقليمية شاملة لأن هذا ليس في مصلحتها، ستدخل أمريكا على الخط. الجانب الآخر أيضا أنا في اعتقادي أن تأخير الضربة ربما بيرجع إلى إرسال رسائل رادعة، رسائل ربما عامل النفسي اللعب على هذا الأمر، لكن أنا في اعتقادي هو بيفسح المجال أمام ربما وجود قنوات يعني اتصال سرية أو قنوات تحت الأرض بين أمريكا وبين إيران، محاولة ضبط إيقاع مسار هذه الضربة وهذا الرد، وأيضا ضمان ألا تقوم إسرائيل بالرد على الرد وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة. ولذلك سقف التوقعات للبعض بان هناك رد مزلزل او رد كبير او كلها انا في اعتقادي يعني هي امور يعني ضعيفه بالطبع في ظل وجود متغيرات، في ظل وجود ايضا التحركات الامريكيه، هناك تحركات ايضا في المنطقه لمنع الخروج الى او الخروج عن السيطره والانفلات. هل تاخذ اسرائيل استراحه قليلا ام نتوقع المزيد من التصعيد على اكثر من جبهه، سواء فيما يتعلق بسياسه الاغتيالات الواضح ان هي بتنتهجها بكثافه في الاونه الاخيره، او في تصعيدها في المواجهه سواء على الجبهه في غزه او اللبنانيه او السوريه في الجولان؟ اولا حكومه الحرب الاسرائيليه هذه الحكومه المتشدده هي تراهن على منهج التصعيد، واضح ان نتنياهو وحكومته وسموتريتش يراهن على التصعيد. هو ذهب للكونجرس الامريكي واخذ الضوء الاخضر بعد هذا التصفيق وهذا الدعم الامريكي، وبالتالي جاءت هذه الاغتيالات بعد هذه الزياره. الامر الثاني ايضا ان عدم وجود رد قوي وحاسم من جانب ايران وهذا المحور ضد نتنياهو سيدفعه وسيغريه بالضروره الى الاستمرار في منهج التصعيد. الامر الثاني او الثالث المهم ان الاداره الامريكيه الحاليه هي كالبطه العرجاء، يعني لا تستطيع الضغط او كبح جناح هذه الحكومه في ظل عام انتخابي، في ظل ان اي ضغط حقيقي على الحكومه سيستغله الجمهوريين واتهام الديمقراطيين بانهم لا يدعمون اسرائيل بشكل كافي، وبالتالي سيضعف من فرص كمالا هاريس، وبالتالي هذا بيغل من يد اداره بايدن هي مستلزمه بامن اسرائيل بدعم اسرائيل
سياستها فقط في اطار المناشده والمناصحه والاساس لعدم توسع الصراع، لكن في نهايه المطاف اسرائيل وحكومه نتنياهو تضمن ان الدعم الامريكي، لكن انا في اعتقادي هذه الحكومه تريد اشعال الحرائق. احتدام الاوضاع، احتدام الاوضاع على اكثر من جبهه بالتزامن مع السباق الرئاسي الامريكي، كيف يؤثر على الولايات المتحدة وكيف أيضا يعني لهذا الترقب للقدم الجديد إلى البيت الأبيض أن يلقي بظلاله على المشهد العام سواء في الأراضي الفلسطينية أو على يعني مستوى المنطقة التي أصبحت على سطح صفيح ساخن حاليا؟ الواقع طبعا المشهد الان هو طبعا يؤثر ويؤثر سلبا على الجانب الامريكي. انا في اعتقادي ان حكومه الحرب الاسرائيليه هي ورطه اسرائيل وورطه امريكا في هذا الصراع الممتد المستمر. يعني بنعرف دائما ان حروب اسرائيل حروب خاطفه لا تستمر اكثر من اسابيع او ربما اشهر قليله، لكن الان 10 اشهر وهناك استمرار هذا الصراع اصبح مفتوحا. اسرائيل لم تحقق اهدافها رغم هذا القتل والدمار وقتل النساء والاطفال، ولم تحرر الاسرى ولم تقضي على المقاومه او الصمود الفلسطيني. الجانب الامريكي هو ايضا بين مطرقه واستبدان، هو يريد او مصلحته تحقيق عدم توسع الصراع الاقليمي، ربما يحاول تحقيق انتصار سياسي من خلال صفقه او تبادل الاسرى لدعم موقف كمال هاريس في الانتخابات واستيعاب ضغوط اليسار والحزب الديمقراطي والاقليات، لكنه في المقابل ايضا لا يستطيع ان يمارس ضغوط حقيقيه على الجانب الاسرائيلي، وبالتالي ايا كان الذي سيصل البيت الابيض سواء كمال هاريس ستكون استمرار لسياسات بايدن او عوده ترامب ايضا سيعلن طبعا دعمه الكامل لاسرائيل، لكن انا في اعتقادي اسرائيل الان تمارس الابتزاز السياسي وتستغل موسم الانتخابات الامريكيه والمزايده بين الحزبين على دعم اسرائيل. الامر الثاني، هذه الحكومه المتطرفه المتشدده في اسرائيل لا يمكن التعويل عليها في اي مفاوضات او تحقيق سلام او استقرار، وبالتالي كل هذا بيعني اننا المقبله يعني ان مستوى منسوب التوتر والتصعيد في المنطقه سيظل مرتفعا طالما ان السياسه الامريكيه مائعه متناقضه غير قادره على الاخذ بزمام الامور وتوجيه المسارات نحو التهدئه من خلال الضغط على اسرائيل او وقف الحرب في غزه، وبالتالي هذا حقيقه سيضر كثيرا بالمصالح الامريكيه الاستراتيجيه في المنطقه، فايضا فربما يضر بمخاطر ان الامور تخرج عن السيطره وبالتالي ننجرف الى حرب شامله اقليميه رغم انها مستبعده غير محتمله لكنها ليست مستبعده حقيقه، وبالتالي بالتاكيد يعني هي من السيناريوهات المطروحه ايا كان، حتى وان كان يعني البعض بيراها يعني فرصها ليست بالكبيره. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه والمتخصص بالشان الامريكي.